فضيلة الشيخ، في قريتنا مسجد يقع في وسط القرية وبجانبه مقبرة ملاصقة لهذا المسجد. نعم. في قريتنا مسجد يقع في وسط القرية وبجانبه مقبرة ملاصقة لهذا المسجد لا يقبر فيها منذ أكثر من 20 سنة، ولما أعيد ترميم المسجد وبني عليه دور ثاني كمصلى للنساء، وقد وضع عمود واحد من الإسمنت في المقبرة وركب عليه درج الدور الثاني، وذلك لضيق المكان، فما حكم وضع هذا العمود في المقبرة؟ أولا، ملاصقة المسجد للمقبرة لا تجوز، لا بد يكون بين المسجد وبين المقبرة فاصل من شارع أو أرض فضاء، لا تجوز المقبرة ملاصقة للمسجد، لأن هذا من بناء المساجد على القبور، فلا بد من فصل المقبرة عن المسجد. ولا يجوز أن تستخدم المقبرة ويوضع فيها عمود للمسجد أو حائط للمسجد، هذا لا يجوز، فهذا التصرف غير جائز. فعلى الجهة التي حملت هذا العمل أن تعيد النظر في هذا، وأن تعدل هذا التصرف، وتفصل بين المقبرة وبين المسجد فصلا تاما. نعم.